ما تيقول لك الحراره والاجواء والرطوبه راه عندك كان عندك شهر قبل باش توجد سير وجد في شي بلاصه فيها الرطوبه اكثر من هنا، ماشي هما معسكرات تيديروها في بلايص اللي فيهم الرطوبه ما كايناش تيديروا. هذا هو المستوى الحقيقي للمنتخب. لعبنا الماتش الاول مع تنزانيا مستوى راه كان ميت، تخرج لهم لعاب حمراء عاد بينا تحكموا الماتش. الماتش الثاني مع الكونغو كان خصنا نخسروه باش يبان هذا الشيء اليوم. الماتش الثالث ما درنا فيه حتى والو ربحنا، كنشوفوا الاخرين شادين علينا كره. اليوم الثالث تقى 70 80 عاد بيخرج يلعب كره، المدرب جبان تيخاف خرج لعب كره من الاول. والله ما تخسر وانت لاعب كره وتقدر تجيب البيوت ولا هذا اللعب هذا اخويا الغالب. الله انا بالنسبه ليا كاين خطا في التشكيله الاولى اللي دخلت، ما فهمتش انا كيفاش تعتمد على نصيم زغاوي اللي شحال هادي ما لعب وجاي بليسيو وتخلي عطيات الله اللي انا بالنسبه ليا سان داوز اللي بحاتنا، ماشي بحاتنا الجنوب افريقيا، بحاتنا سان داوز عطيات الله لعب كثر من 10 الماتشات مع سان داوز. ما فهمتش تدخل مزغاوي وتجلس عطيات الله، وشفنا المستوى باش بان فيه مزغاوي دون المستوى، دون المستوى عدلي حتى هو دون المستوى. وبيسو صدمه كبيره، حنا خاسرين فلوسنا وكل شيء ومخليين خدمتنا وكل شيء وجايين حنا اولين الماتش الجاي، ولكن باش تغلبك سان داوز ماشي حتى جنوب افريقيا، تغلبك سان داوز وانت كتقول دومي فيناليست حشومه كاع، عيب عيب واعر بالنسبه لي انا عيب واعر. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.